حسابات صناعة الدواجن معقدة جدا، واحنا تعودنا ان اي حسبة معقدة بنقول عليها حسبة بيرما. حسبة بيرما ده هيبقى اول برنامج معني ومهتم ومختص بصناعة الدواجن وبس. اي حد بيستثمر في مجال الدواجن وهو قاعد بيحسب حسبته ومتلخبط بيلاقي حد جاي له من بعيد ويسأله هي حسبة بيرما ولا ايه؟ عايزين نرد عليه ونقول له ايوه هي حسبة بيرما. هنحسبها مع بعض كل يوم جمعة الساعة 4:30 على شاشة الصحة والجمال.